لاباس عليكم بخير، نتمنىكم تكونوا دائما ان شاء الله بصحه جيده. الغزالات ديالي اليوم ان شاء الله غنوريكم واحد الوصفه، نوريها لكم البنات، زوينه بزاف بالنسبه للكلاف والبقع والحبوب. كتحس البنات البشره ديالتها انها غير موحده، يعني بلاصه كتلقاها بيضاء، بلاصه فيها بقع، بلاصه مهم. هاد الوصفه هادي زوينه بزاف وعن تجربه البنات. انا في الحقيقه والله ما كنت غنصورها لكم، كما كتشوفوا انني بديت لكم نيشان انني غادي نصايب لكم الوصفه هكذايا مولف. انا كنبين راسي وكنوريكم الوصفه، والله ما كنت غادي نحطها نصيبها على وجهي، وقلت في الاخر قلت لا تنصورها لكم، كما بغى يجي الفيديو يجي بلا مونتاج. هذا الفيديو بالناس بلا مونتاج بلا والو. مهم اشنو عندي في المكونات؟ عندي هنا البنات الحمص، الحمص غزال بزاف في تبييض البشره والتوحيد ديالها، وكتحيد لكم البنات الحبوب وتحيد لكم جميع البقع اللي كتكون والشوائب اللي كيكون في البشره ديالكم. وهنا عندي اللبان البنات، اللبان هضرت لكم شحال من مره عليه انه كيجبد لكم البشره ديالكم. بالنسبه الا كان عندكم التجاعيد، البشره ديالكم ما صافياش موحداش، الحبوب البنات مهم، حتى اللبان البنات حتى هو زوين رائع للبشرة، وبأخص بالنسبة للناس اللي عندهم التجاعيد في البشرة ديالهم، راه كتجبد لكم البشرة ديالكم البنات بحال دايرين شي بوتوكس ولا دايرين شي حاجة. شنو عندي اخر ثاني البنات؟ عندي الشوفان، الشوفان حتى هو شحال من مره هضرت لكم عليه انه حتى هو بشره في التبييض ديالها وكيوحدها لكم، رائع البنات غير بوحديتو ممكن انكم تخلطوه بماء ورد راه كيعطيكم واحد النتيجه اللي مبهره. وباش غنخلطوا هاد المكونات بالنسبه لي انا حبيت نخلطوا باللبن. الا ما عندكمش البنات اللبن، عملوا الحليب، ماء الورد، مهم اي حاجه ممكن انكم، او ممكن انكم تخلطوها البنات غير بالماء، او ممكن انكم ديروا هذا الشيء كامل وديروا معاه اصفر بيضه، ولكن فضلت انني نعمل اللبن لانه حتى هو كيفتح البشره، وحيت ناط لي واحد الحبوبه في البشره ديالي حبيت ندير هذه الوصفه هذه باش هاد الحبوبه هذيك ما تزيدش تكبر وما يبقاوش لي طاش ديالها. مهم هادو هما المكونات، غادي نبداو على بركه الله. كما كتشوفوا عندي هنا واحد الزليفه ولا واحد الاناء، غادي نوضع تقريبا ربع ملعقه اللي هي صغيره لان عندي مكونات بزاف. غادي ندير تقريبا واحد ربع ملعقه تاع اللبان وربع ملعقه من الشوفان. ولا حبيتو تزيدو في القوام زيدوه، بالنسبه لي انا هادشي كافي. وغنخلطو باللبن صافي. كما كتشوفوا الوصفه ساهله وفي دقائق معدوده. الا كانوا عندكم هاد المكونات ديجا مطحونين راه كتكون ساهله بنات الوصفه. صافي هذه هي الوصفه، ضروري البشره تكون نظيفه في الاول. عملوا شي قماش تاع القهوه ولا ديال السكر، ولا عملوا القماش البنات اللي كنت قلت لكم عليه، كتستعملوه واحد القنينه اللي هي كبيره وكتخليه ما كيفسد لكم ما والو. يعني فما كتحبوا انكم ديروا القماش كتلقاوه اللي كتلقاوه موجود، كديروا واحد القماش اللي هو خفيف البشره ديالكم من بعد انكم كتديروا هاد الوصفه هذه. كما غادي تشوفوا انا غنطبقها على البشره. عشان دقيقة البنات وانا معكم ان شاء الله.
غادي ندوز للوصفه الثانيه، حتى هي زوينه بنات بزاف كما شفتوا. انا صافي طبقت الوصفه على وجهي. دابا غادي ندوزو دابا الوصفه الثانيه اللي غادي نعمل مع هاد، ما غنعملها من مورا هاد الوصفه هادي درت لوجهي. الشمندر البنات، الباربه، بالنسبه للباربه البنات رائعه رائعه رائعه. وكنتو سولتوني البنات على واحد سائل الخدود، سائل الخدود كيفاش كتستعمليه، ديري كيفاش الطريقه ديالته. راه ممكن البنات الا حبيتو المره الجايه ان شاء الله نصيب لكم سائل خدود طبيعي 100% بدون اي مواد كيماويه نهائيا. ولكن اليوم غادي نصيبو واحد الوصفه حتى هي زوينه، كنطبقها على البشره ديالي، كتخلي لكم البشره ديالكم بشره ورديه صافيه متوحده زوينه بزاف. بالنسبه لي انا اليوم ما غنستعملش الشمندر او الباربه هذه، وانما غنستعمل اوراق الشمندر او الباربه. ضروري ما يكونوا نظافين ويكونوا طريين، ما يكون فيهم لا رواسب لا حتى شي حاجه. ضروري البنات ما تنقيوهم، ما تخليو فيهم حتى شي حاجه ديال الخموجيه ولا شي حاجه اللي خايبه. مهم انا كما غادي تشوفوا غادي نظفها. هيا البنات صافي هي معايا. دابا اشنو غادي ندير لهاد الغصون او الاوراق تاع الشمندر؟ غادي نقطعهم طرايفات صغيورين، وغادي نطحن الكل، وغنحتاج غير الماء ديالها، يعني غادي نحتاج غنطحنها وانا معاكم ان شاء الله. كما شفتوا البنات الماء اللي تحصلت عليه هو هذا، حتى هو كيعطينا اللون اللي هو احمر بحالو بحال الشمندر او الباربه، نفس اللون البنات، غير الاوراق لهاد الغصون ديال الباربه حتى هما عندهم منافع رائعه غير الشمندر او البارب. دابا اشنو غادي نضيف لهاد الماء هذا؟ غادي نضيف له ملعقه صغيره ديال النشا كما كتشوفوا، ملعقه صغيره ديال النشا. غادي نوضعو فوق النار حتى يعقد لنا هاد المكونات، ومن بعد غادي نضيف واحد ملعقه اللي هي صغيره ديال الحامض او الليمون اختيار البنات. الا كانت عندكم حساسيه او ما كتحملوش انكم ما كتحبوش انكم ديروا الحامض بلا ما تستعملوا، انا غنديروه في المرحله الاخيره هاد السيترون او الحامض. صافي هذا هو القوام اللي حنا تحصلنا عليه. ما تخليوش البنات يعقد لكم بزاف، غير يبدا يعقد، غير يبدا في العقوديه وحيدوه. صافي هذا هو القوام اللي انا محتاجاه، ما محتاجاش يكون تخين. نحتفظ بالباقي. صافي هذا هو القوام، غادي نضع القليل البنات، ماشي بزاف، غنوضع غير واحد شويه، تقريبا واحد ملعقه اللي هي صغيره. صافي نخلطوا هادشي كامل شي كامل. ودابا غيبقى صالح للاستعمال. اول حاجه غادي ننظف البشره ديالي، لان لاكريم او الماسك مازال دايره في البشره. غادي ننظف الوجه ديالي ومن بعد غنستعمل هذه الوصفه هذه. Thank you.
15 دقيقة وانا معكم. هانتوما البنات، فعلا كعطينا نظرة رائعة. حاجة واحدة البنات، راه ما كيبقى، هانتوما ما كيبقى لا ما كتبقى لا حمورية لا حتى شي حاجة في الوجه ديالكم، بلا ما تخافوا. وهذاك الشيء اللي بقى لنا ما غاديش نلوحوا، خليوه البنات المره الجايه غادي نعمل لكم به سائل الخدود. ولكن حتى دابا غادي نوضعوا واحد شويه. نتمنى من الوصفه انها تنال الرضا ديالكم، وكما كتشوفوا يعني كتكونوا جميلين وحتى في المنازل ديالكم بلا ما تبدعوا حتى نقطه تاعت المكياج. يلا نتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله.